ينظر مجلس الشورى في جلسته غدا في مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الخدمات بالمجلس. مساء الخير دكتورة، ناقشتم في لجنة الخدمات هذا التشريع على وجه الاستعجال، ما هي الأسس التي استندتم عليها في اللجنة في الموافقة على هذا التشريع؟ مساء النور أختي الكريمة. طبعا مثل ما هو معروف هذه الأزمة العالمية أدت إلى ركود اقتصادي وظروف مالية صعبة لدى الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. ولهذا السبب طبعا أطلق فريق البحرين قيادة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الله يحفظه حزمة مبادرات من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي وجود حالات لتسريح مواطنين بحرينيين يعملون في القطاع الخاص بسبب هذه الظروف. طبعا فلسفة هذا القانون تقوم على تمويل رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من صندوق تأمين ضد التعطل، وهذه الصندوق يتميز بوجود وفورات مالية كبيرة، وبالتالي فقرار الاستعانة به بيحقق مبدأ جوهري من القانون وهو حماية المواطن البحريني من خطر التحول من عامل إلى عاطل. طبعا المبدأ الثاني أن استمرار سيولة وجود العامل على رأس الوظيفة يضمن استمرار سيولة الصندوق، لأن مثل ما أنت عارفة كل موظف يستقطع من رأس 1% لتمويل هذا الصندوق. أيضا بالاستناد إلى الأرقام الحكومية الرسمية عن وضع الصندوق نجد أن حجم المبالغ السنوية اللي تدخل للصندوق تصل إلى 79 مليون دينار سنويا، وحجم المصروفات يصل قرابة 14 مليون دينار، وبالتالي الوفورات السنوية تكون قرابة 65 مليون دينار. طبعا هذه هي أهم الأسس اللي استندنا عليها في اللجنة في موافقتنا على هذا المشروع. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.